مرحبا بكم وصحة رمضانكم، تصوموا وتعودوا ان شاء الله بخير. اليوم جيناكم كوزينة جديدة، كوزينتنا هي كوشة اللي نقدموا لكم فيها انواع تقليدية وعصرية تاع الخبز. ان شاء الله يعجبوكم. نروحوا ديريكتومون للمقادير. عندنا كيلو فارينة، عندنا 20 غرام تاع الملح، عندنا 20 غرام تاع لا ليفور دو بيير، عندنا 10 غرام دو سكر، عندنا ثاني 20 غرام تاع الحليب اون بودغ، عندنا حبه بيض، وعندنا زراره. تحبوا سانوج وحده، تحبوا حب انا درتلو سانوج وحبه حلاوه وزرعه البسباس، وعندنا الزيت وبيان سور الماء. نروحوا للتوجد. توجور نديروا حاجه تحت الجفنه تاعنا. انا قبل ما ندير الفارينه تاعي ندير الخميرة تاعي تخمر شوية. لازم ما سخون، ماشي سخون بزاف، يكون شوية دافي. نديرو 20 غرام تاعنا تاع الخمارة، قلنا 20 غرام في كيلو فارينة. شوية سكر. انا كما قلت لكم دائما لازم نديروا السكر باش يديفلوبي لي الخميره تاعي. درت هنا مغرفه واللي قعدت لي نديرها مع العجينه. خلطوها وخليها دوكا تخمر لي. نديروا الفرينه، الفرينة تاعي ندير 20 غرام تاع الملح، حاجات ناشفين كامل نديرهم في الفرينة. ندير زرارة تاعي، والزرارة كل واحد شعل يحب، انا نحب ندير زرارة بزيادة وكل واحد واش يحب. ندير لابودغ تاع الحليب تاعي كيما قلت لكم 20 غرام. ندير حبه تاع البيض، نخلط. انا راني درت هنايا الملح دوكا باش ندير الخماره. جامي نديروا الملح مع الخماره، خاطش الملح يقتل لنا الخماره تاعنا. دوكاتي كندير هاي خمارة بدات تخمر، هنا جون انا فونسي التخمار تاعي. نخلطها وانا دوكاتي كان نزيد الماء عيني ميزاني. هي نورمالمون في كيلو تاع فارينه نديرو نص ريت لاما، بصح اذا خصنا معليش نزيدو. ندير الماء تاعي بالعقل، عفوا، والماء كيما قلت لكم لازم يكون دافي، ما لازمش يكون سخون. نعجنوها واحد العشر دقائق.
ومامتوني اللي ام فيها. نزيد الماء عفوا ولا يمها. لازم فارينا تاعي كامل. وما لازمش نجروها بزاف. نزيد منها شوية. نزيد هنا غير شوية هنايا. وناني درت الماء سخون، الماء تاعي يسخن في كاسرونة، درته لكم يسخن باش التخمار تاعي يجيني ساهل، ما يشدليش وقت كبير. هادا تتلين لي دوكا، هي تشرب دوكا، هي هكا احنا نشوفوها هكا، مي هي دوكا كامل تشرب لي. نجيب عجينتي هنا فوق البلون دو طرافاي تاعي باش نعجنها آليز. هاي العجين، دوكا تيك نعرك العجينة تاعي واحد العشر دقايق هكاك. لازم تجي هكا تتلاصق باش يجيكم الخبز الداخل يجيكم شباب. دوك بيه شويه تلايم روحها. هو كاين اللي يلايمها يابسه ويزيدوا لها الماء بشوي بشوي. انا نديرها ديريكتومون هكا باش ما نعركهاش يابسه. وهذا خبز الكوشة، كاين اللي يديرو في السنيوة، كاين اللي يديرو خبزات صغار، كاين اللي يديرها خبزة واحدة على جه. أنا اليوم ندير لكم بزاف أنواع. رجعنا لكم بعد ما عجنت انايا العجينه تاعي واحد 10 دقائق ربع ساعه، درتها فلاتيرين هذيه. وانا قلت لكم كما قلت لكم درت الماء تاعي راهو ولا يغلي، نديرها تخمر. والماء تاعي لازم هكا هكا، الماء تاعي لازم يقعد بالغطيوه باش لافابور كامل تجيني داخل الفوق. والفوق تاعي ماهوش شاعل، انا الفوغ تاعي دوكا جست نخمر فيه. اذا ما عندكمش، هو جينيرالمون يديروا في ليتوف، اذا ما عندكمش شي ليتوف تحت الكويزينيير نصيبوا واحد هكايا كاينه صغيره، هذاك هو ليتوف نخمروا فيه. واذا ما عندكم شي كامل ديروا في فوغ، ما تشعلوهش، ديروا هكايا خلوها تخمر واحد 10 دقائق حتى ربع ساعه، هكا يساعدكم ما تخمر لك غابيدمون الخبز تاعك. ومن بعديك باش نفاصونيوه ونطيبوه. انا نوجد الجون دوف تاعي،
نجيب اخرى. ندير جون دوف تاعي نوجدو لو طولي تخمر ليه. نحي هادو ما سحقهمش. دائما وجدوا الدوزه اللي نسحقوهم قدامنا باش جينا خدمتنا سهله. جبت بلاطو هذا نسحقو. ندير لكم اشكال وحده مدوره. ها هو الخبز. نحي هذه. هاو الخبز خمر لنا. انا درت له الزيت باش ما يلصق ليش. ها هو مام العجينة بفي تتنحى لي. ها ها العجينة تاعي بفي تتنحى. انا دوكا راني نكسر في الخميرة. سيما انا العجينة تاعي نعاود نكسر لها الخميرة. نقسموهم هكا. واحدة نديرها لكم كبيرة. كيما حنا نديرو خبز الكوشة. ندير الزيت في البلاطو تاعي. باش ما يلصقليش. هذه نديرها لكم سامبل هكا. وبالزرارة يجي فيه بنة مليحة. نزيد ندير لكم أشكال أخرى. توجو نديرو هكا باش ندخلو الهواء. نجمو اذا حبينا نستعملو الزيت لان العجينه تاعي مايش تلصق. ندير شويه زيت. كاين بزاف الاشكال. في كل مره ندير لكم زوج اشكال جدد. نزيدو دوكا ديك. انا ندير لها لو جون دوف. نديرها هكا جون دوف.
وهذه ذوكا نقسمها بالخبز، ديرها غير ديتخي برك، عفوا بالموس. هاهي ندير لها الزرارة، المهم هذه ندير لها الزرارة، أنا نكمل الشكل تاعي ونخلي الخبز تاعي يخمر ونتلاقى إن شاء الله في صحن التقديم. انا رجعنا لكم بعد ما خمرت الخبز تاعي، فاصونيتو خمرته طيبته واحد 20 دقيقه في الفرن تاع درجه 200 درجه. ان شاء الله يكون عجبكم اليوم وتجربوه، وان شاء الله تبحثونا SMS تقولونا اسكو عجبكم ولا ما عجبكمش، وصحه فطوركم، رمضان كريم، سلام.